يا لهوي المذيب اللي حدد علينا. الحقونا الحقونا يا ناس، يا ناس اللي مش عاجبه يغور في 60 داهية. الجوع على جوعة خلت العوير تمال. عمارة ايه يا ابو عمارة؟ احنا ساكنين عندك بعقود وبندفع اجرة زي اجعصها ساكن في عمارتك. اخلص يا غسالة يا ام لسان زفر. ومقام الحسين ان ما لزمت حدودك لحددك بحديدة في نفوخك وصوت عليك كمان. يا داوودي يلا يا داوودي. حصل ايه يا ست انت وهي؟ الراجل ده عايز يدهولنا يا بيه. عايز يقتلنا يا سعادة البيه. عايز يهرينا يا بيه. علي النعمة عايز يقطع خلافنا يا بيه. الحكاية يا فندم انهم عايزين يمنعوني من فتح اوضة في ملكي. دي اوضة ساكنها جني يا سعادة البيه. حابسك فينا شر الملابس. دستور. اجعل كلامنا خفيف عليهم. شايف الجهل والتخلف يا فندم. بس انت وهي قلت ما حدش يتكلم الا باذن. يا سعاده البي اسمع مني انا. انت مين؟ انا خالتك ام طروطه من اوادم السكان هنا. بقالي 30 سنه ساكنه على السطوح ده من ايام ما كانت العماره ملك شرنوب شوشه. هار اسود هتحكي له تاريخ حياتك ياما؟ اتكلمي باختصار. باختصار الاوضه دي اتقتل فيها قتيل من 25 سنه. اتذبح واتقطع فيها. وحطنا اتزفرت بالدم. اتزفرت بالدم؟ وفضلت مهجورة قول يجي 10 سنين. كنا بنسمع فيها أصوات ونشوف ألعاب ومحدش عارف يسكنها غير زباخ التيبي عشان من أهل الخطوة ومتصل. أيوة يا بيه عرف يتفاهم مع سكانها وعاش معاهم وحاس عننا أداهم. هبوس إيدك يا سعادة البيه. بلاش تفتحوا الأوضة دي، ده أنا واحدة ليا وعايشة بطولي وأخاف من خيالي. هار أسود يفتحوها ده ايه؟ انا مستعد ادفع اجرة الاوضة لحد عم سباغ ما يرجع ويبان. وهو سباغ ده كان مستاجر للاوضة؟ ده راجل مشعوذ وكان ساكنها مفروشة من غير عقد ايجار، ولما غار من سنة واختفى حصلت على اذن من النيابة بفتح الاوضة. هو فين الاذن؟ موجود يا بيه. اتفضل افتح الباب. يا خرابي الجبنات يا حكومة تحمينا، حميت النار وكوتينا يا داوودي. تفتح يا استاذ، مستني ايه؟ عادي انبطح.